ومشاهدينا هسه ويانا الكابتن عيسى حتى نتعرف من خلاله على هذه الاخطاء وشلون نعالجها. صباح الخير كابتن. يسعد صباحك كابتن. اهلا بك نورتنا. اهلا بك كابتن. بالبدايه ايش قد مهم وضروري كل شخص يروح للجيم لما يتمرن يكون ويا اكو شخص مثلا عنده خبره كافيه بهذا المجال او اصلا لازم يكون كوتش يعني؟ اي تماما، موضوع جدا مهم صراحه، لان في كثير اشخاص بيجوا على الجيم مثلا انا ما بدي كورس تدريبي، ما بدي منهج تدريبي، ولا بدي مثلا نظام غذائي، انا بعرف رتب تمريني لحالي. هي بس هي عقليه لاعب يعني. بالنهايه انت بحاجه لحدا مختص، مثلا مثل طالب المدرسه ما فينا نبعثه على المدرسه اذا ما كان في استاذ يدرسه هذا الشيء. بالنهايه مثلا هذا اختصاصنا، هذا مجال دراستنا، الموضوع علمي واكاديمي، ما نوع عشوائي. صحيح. طيب كوتش، يعني كنت اريد اعرف بس شغله معينه، انه بعض الاشخاص ممكن بالبدايه انه ما يروح للجيم ياخذ كوتش يكون وياه ويعلمه كل التمارين شلون ممكن تتسوى بطريقه صحيحه، ولكن مثلا اذا هو ترك الجيم وبعد فتره رجع، او مثلا بعد فتره هو قرر انه هو يريد لوحده، هنا يقدر انه هو يسوي هذه التمارين وحده لو هم لازم يكون دائما اكو شخص وياه؟ هلا مثلا بالمرحله الاولى في كثير اشخاص تجي مثلا كوتش، نحن بالشهر الاول اقل شيء بدنا نشتغل مثلا برايفت كوتشنج، يعني التدريب شخصي. مثلا ما عندي خلفيه رياضيه، ما عندي ثقافه رياضيه، حتى اسماء الاجهزه ما بعرف. حتى في كثير اشخاص بمرنهم مثلا بتقول لي هذا التمرين للصدر، نحن بنكون مثلا بنلعب لعضلات الظهر، بقول له لا، هذا التمرين عضلات الظهر مثلا. ما في ثقافه رياضيه، ما في خبره رياضيه، هذا امر طبيعي. صحيح. بالمرحله الاولى ممكن يكون مثلا برايفت كوتشنج او ضمن كورس تدريبي، منهج تدريبي. فيما بعد اذا حب يشتغل لحاله اوكي، ما في مشكله، على القليل يكون صار عنده ولو خلفيه رياضيه بسيطه. نعم. اساسيات تماما. نعم. بس من وجهه نظري بنصحه ما يتجاوز الكابتن، يعني ان كان تدريب شخصي او منهج تدريبي يعني. نعم. كورس. نعم. كوتش، شنو هي اكثر الاخطاء اللي يرتكبوها البنات والشباب في اثناء ممارسه الرياضه؟ يعني اعتقد الظهر، طريقه تعديل الظهر وهي لا لا في اهم من هيك بصراحه، خطا اهم من هيك اللي هو الاندفاع السريع. التسرع بالنتائج، بدي نتائج بسرعه، هذا اكبر خطا. يعني عم يسبب له هذا الشيء مثلا لاعب بينزل انه بحاطط بباله انا بشهر مثلا عندي مناسبه معينه، انا بشهر لازم اعمل هذا الهدف التارجت تبعي، لازم اعمل هذا الجسم. فهو بعد 20 يوم او بعد 15 يوم هذا الاندفاع قل عنده، فما جاب النتائج اللي هو حاطته بباله، فسبب له ملل من الجيم، ممكن يعوف الجيم من وراء هذا الموضوع. فمن يدخل اللاعب للجيم اول شيء بنصح فيه يعني الصبر والعقلانيه بالموضوع، وهذا الموضوع تدريجي يعني تراكمي. نعم طبعا كابتن. همينا بعض المرات انا صارت وياي انه بالجيم لما تروح يعني هو اكو مثلا كوتش موجود ديشوف ديجي مثلا يباوع يشوف شلون تسوي هذا التمرين وديروح اذا انت يعني ماشي بطريقه صحيحه. تمام. ولكن الاشخاص اللي موجودين بالجيم، خلينا نقول يعني قبلك بالجيم، يجون انه لا هذا التمرين مو صح، انت لازم تسويه بهذه الطريقه. هذول لهم هيئه مكافحه خاصه. بالضبط، يجون انه هم يريدون يعلموك. صحيح. ويمكن بعض الاحيان حتى هم دا يسووا غلط، ولكن يجون يقولون انه لا، انه تدخل احنا نعرف اكثر من عندك، واحنا انه يتدخلون. اليوم بالجيم يعني الاشخاص ايش قد ضروري انه لازم كل واحد بحاله، بالفعل. يعني لازم ما يتدخل باللي حواليه، لازم كل مين له خصوصيته. مثلا هلا انا في نمط تدريبي معين، مثلا انا اعطي لهذا اللاعب، هذا اللاعب خلينا نقول عنده ظرف صحي، انا اعطي هذا التمرين بهذا الشكل، يعني موصله لمرحله انه هو بالسيفتي سايد، هو بالامان، يعني لانه هو عنده ظرف صحي. ممكن يجي لاعب قديم وعنده عضلات حلوين وخبره كثير مرتبه، بس بيحكي من عقليه لاعب انه لا، العبه بهذا الشكل لهذا التمرين. بس انا اعطيها بطريقه اخرى لحتى احافظ على سلامته للاعب. يعني فلازم يكون في خصوصيه بين اللاعبين انه انت لك تمرينك انا لي تمرين. صحيح. هنا بده ياخذ هو دور الكوتش يعني بالجيم، يعني تماما هذا في يعني شوي تجاوز. ليش موجود؟ صراحة. نعم. شنو صارت وياك شيء قبل لا تسالين سؤالك؟ صارت وياك اخطاء بالجيم لو لا؟ اكيد انا اعتقد صارت وياي. ايوه يعني ممكن يطلع لك ثلاث كوتشات اربع كوتشات بنفس الوقت. لا مو قصة في شيء، بس احنا ما نعتمد دائما على بصراحة الكوتش، نروح اول شيء لانه خايفين بالجيم او مثلا مستحيين شوي، الجو غريب، الحركات شوية تكون مو يعني متعودين عليها انه نسويها. صحيح. بوجود ناس هواية. فالواحد يقول له ابل ابل انا اسوي بوحدي، اروح اطلع باليوتيوب. اي تمام. فخلينا نشوف انت شنو هي الحركات الخاطئة اللي ما يصير يسووها، وشنو الشغلات اللي لازم يركزون عليها مع الكوتش تسويها. هلا بالبداية بصراحة يعني اهم نقطة بحب وجه يعني اللاعب عليها اللي هو الاحماء الجيد، حتى يحافظ على سلامة جسمه،
لان في حال تعرض لاي اصابه بالجيم ممكن هذا الشيء يسبب له وقف نشاطه البدني بالكامل. فالاحماء الجيد عندنا نوع من الاحماء هلا رح نحكي عنهم. الاحماء الجيد هو اهم شيء ويلتزم بالتعليمات يعني. نعم نعم بفضل الكورس يعني احنا حابين نشوف هذه التمارين ويمكن اغلبيه الناس اللي يروحون للجيم من زمان وحتى اللي جدد همنا راح يستفادون من هذا الموضوع لانه دائما تصير اغلاط يعني حتى اذا احنا طبقنا كل شيء صح تسوين اكو تمارين يمكن تكون صعبه على المتيجي ممكن نغلط بيها صحيح يعني. خاصه انا اعتقد الاثقال خاصه انه لها كلش مخاطر اذا الواحد ما قدر يسويها بالطريقه الصحيحه. اكو هواي احيان الناس مثلا شفت هواي حالات يلعبون رياضه وبنفس الوقت راسا يعني يقعون او هاي خلص ما يبقى وياهم شيء. خلينا نشوف الكوتش محضر لنا وش راح يعلمنا اليوم. راح نحكي عن موضوع الاحماء قبل بدايه التمارين الرياضيه. الأحماء كتير شيء ضروري. عنا نوعين من الأحماء، عنا الأحماء العام والأحماء الخاص. الأحماء العام هو لتنشيط الدورة الدموية بالكامل لحتى نزيد نسبة الأكسجين بالدم بالإضافة إلى أنه نخلي لزوجة الدم أقل ونشاطنا نشاط عضلاتنا أفضل. الأحماء العام بيكون بالتمارين الهوائية. طبعا كالعادة بنصح التمرين يبدأ بالتنفس العميق، نأخذ نفس جود جاب. أصلاً باخذ أكبر كم من الأكسجين بطريقة التنفس العميق، بعدين نبدأ تماريننا الهوائية لحتى نزيد من نشاط الدورة الدموية. التمارين الهوائية مثلاً نحن فينا نبدأ بالمارش اللي هو المشي الرياضي طبيعي. جود. ممكن يكون بهالشكل، ممكن يكون مثلا بشكل اسرع، او اذا نحن بالجيم ناخذ مثلا تريدميل اللي هو جهاز المشي مثل ما بنعرف، او البايسيكل. تمام. التمرين التالي واللي هو على الستيب راح بيكون ستيب اب اند داون والجب. هاي التمارين الهوائيه كلها بتزيد من نسبه الاكسجين بالدم وبتحسن نشاط الدوره الدمويه. في حال كنا نحن عم نعمل هاي التمارين، متابع لو سمحتي، في حال كنا عم نعمل هاي التمارين بالبيت او بالجيم، بس بالجيم مثلا في عندك البايسيكل، عندك تريدميل مثلا بيغنيك عن انك تأدي التمارين الهوائيه هاي. تمام. نرجع للتمرين التالي اللي هو الابني. فينا ناخذه سايد باي سايد او على سايد واحد، يمين او يسار او تبادل مثل ما عم نشتغل. جب. التمرين التالي اللي هو الليكر خلفي. نحن بهالشكل هذا عم نشغل عضلات الجسم شبه شكل كامل يعني، بس الهدف منه هو زياده نسبه الاكسجين ونشاط الدوره الدمويه. جود. الاحماء مثل ما حكينا العام بيكون بتمارين هوائيه، الاحماء الخاص بيكون هو اسمه احماء خاص واللي هو احماء المفاصل، مفصل السواعد او الرسغ بنسميه، مفاصل الكتف، مفصل عضلات الظهر بالكامل مثلا، اهم شيء العضلات القطنيه، مفصل الركبه، من هي اكثر المفاصل اللي ممكن تتعرض للاصابه. وبحد على فكره اللي هي بفصل الشتاء يكون الاحماء صراحه يعني اقوى وافضل من فتره فصل الصيف يعني. التمرين الاول هو الشولدرز روتيشن، تدوير الكتف. تمام. امامي خلفي اتجاه المعاكس. انا بهالطريقه هي عم شغل مفصل الكتف بالكامل. طبعا في ناس بتنزل بتسوي الاحماء بوزن يعني بيمسك وزن كيلين او ثلاثه او مثلا 5 كيلو بيسوي احماء فيه، هو اسمه احماء، الاحماء لازم بيكون بس عمليه ضخ دم للعضلات وتحميه للمفاصل، ما في حمل اوزان بصراحه. ممكن نستعمل باد ريزيستنس لحتى نسوي احماء مقاومه، عفوا مقاومه للعضلات. ندخل ايدينا ونفتح، هذا راح بيكون احماء لمفصل الكتف، احماء لعضلات الصدر والظهر بنفس الوقت.
شوف شلون نوصل للليمت اللي احنا فينا نوصل له، ما ضروري نحن نأوفر ونحوله لتمرين. إذا ملاحظ نحن بنكرره أربع جولات مثلا، ممكن بالجولة الثانية راح بيكون عندنا مجال حركة أكثر، بالثالثة مجال حركة أكثر، بالرابعة راح بنحسه نحن كثير التمرين سهل لأنه عندنا العضلات أخذت كمية كافية من الدم والأكسجين. جود أب حتى نشتغل على عضلات الظهر أكثر. جود نحن نشغل عضلات الذراع، الكتف والظهر بنفس الوقت. هنا نسوي روتيشن من تحت كامل، نحن شادين الباد ريزيستانس. جود الاخر، انا نوصل للاخر، نسوي ستريتش كامل للعضلات. جود ننتقل لاحماء مفصل الرسغ. سبق وحاكين باحد المرات انه هذا الاحماء جدا مهم، واكثر حدا بيستخدمه هذا الاحماء هو لاعبين الكيك بوكسينج، لان في اعتماد كثير كبير على هالمنطقه، وهي منطقه جدا حساسه معرضه للاصابه بصراحه. تدوير المفصل بهالشكل هذا، تمام. هذا اسمه الاحماء الخاص مثل ما شايفين نحن للمفاصل بشكل معين، تمام. بعدها نقدر نسوي ستريتش للعضلات. بعد الاحماء بنعمل ستريتش، هيك بنكون ضمننا 100% نحافظ على الستريتش مندودين، تمام. ضمننا 100% سلامة العضلات وأداء تدريبي أفضل، لأن الإحماء الجيد راح بيعطينا أداء تدريبي أفضل ضمن التمرين وحماية من الإصابات. أب نشد الجسم بالكامل حتى نطلع على رؤوس الأصابع، نشد الكولف وعضلات الرجل، بطن والظهر والذراع. جود تمام. ستريتشنج لعضلات الرجل، نبدل مثل ما شايفين تمرين جدا بسيط، قدر اي شخص ينفذه ويؤديه. طبعا مدة الاحماء من 10 الى 15 دقيقة قبل التمرين، مع بين احماء عام واحماء خاص. في حال انت حابب تركز على الكارديو ونزول الوزن او زيادة حجم الكتلة العضلية، الكارديو تبعك يفضل بعد تمارين المقاومة وليس قبل تمارين المقاومة، لأن نحن هدفنا بتمارين المقاومة يكون عندنا مخازن الغلايكوجين بالجسم عالية، والكارديو بيفقدنا هاي المخازن، فيفضل يكون تمرين الكارديو ما بعد تمارين المقاومة. التمرين الأخير واللي هو الهيب روتيشن، تدوير الخصر بهالشكل، تمام، شكل أوسع. جود ثانك يو، يعطيك العافية. أعطينا لمحة بسيطة عن موضوع الأحماء بشكل عام وبشكل خاص، ويعطيكم ألف عافية. نعم طبعا، يعني كابتن عاشت إيدك على هذه التمارين اللي دائما تعطينا إياها، تكون تمارين همينة وسهلة الواحد يقدر يسويها بالبيت. صحيح. شكرا لكم، نورتونا. شكرا لكم.